زلو مسحف قدوس انه باكل نري له زلنا بوتاي مالتي ازي اولي ازي اتريو زلهم اريغلو مالتي كساب 3000 عامت زاكل غيرلو تبهيلو زنغرلو غرابي مالتي سلاذا اذا اولي ازي انه انا يقدر انا يتنت مخانو لا انا دمان مسكرنه فتو كاي حالته انه تقمطلنا كم زليو زنغرنا مسحف قدوس مالتي سلاذا غيتانا مرحنان يسوع كريستوس منوان عصر تقول تهارات إذا بممتع نبيتروسن نيوهانسن ياقوبن زبهال دمان سلستيون فليابيو مسوه سودو مالتيو إنه فتنة كيمت عقوم انتاي قبوري لوام نيرو نبحن تصليين إلوام شعو كالعاتم فليينو دمان ويتاي تصلينا بريبا فتك زياتي دمان إنه قويتانا مرحانا إشكرسوس نتم دكا مزامر تكريو يم إلو مسمتا انتاي قيروم تانيحو ما يبل مالتيو دك إسهم تانيحو ويتا دمان إنه فتنة كيما تقوم نقحر عيبل كخمن سلازي نقحن صليين إلوهم دماك أو عاتهم دماك في البلد داق ما يون مستمرسهم داق إيسهم تصنحوا شعو قويتانا مدحنان يسكرسوس حدك على إلوهم نحن أخاتكم ون بزعلة تزي حدك على كنقرنا يمايتيو إنه السقاة دخميو منفس قن انتا إلوهم مالتيو نقحيو منفس قن هياو إلوهم مالتيو سقاة عرفت يزدالي سقاة دكاس يزدالي سقاة مجات يزدالي إنه بسقاة نقر انتان حاسبون يرى لومي كنا عرف انبار نزبرا خاتزي كنا كافري لنا اي مسانا اكزابير قلنا منفسنا عنا قاقحيو سقاة منفس قدسي هيبو نالز قدس بغتازي انتين نالو إنه اكساب مفت سمتاك انا قاقحنان سعبتك قبرنان قدس فاريخون هلنا سلازي ازبوت ازي منالبات افقزانا كيدنا مسحف قدوس او انجيل ماتيوس معرف اسران شدشتن نزلو قال اذا بوت هذه مسكرنا يا ماتيوس لذلك نفس وقفنا او انجيل ماتيوس معرف اسران شدشتن حافظنا كيدنا كان بوون اذا بوت هذه كانوا عادات جبانا لذلك ويتا تنبرك يفوت تصلي له بوتا كرينا اي كلت فينا انت خيرنا بزحنا غير كرينا لذلك نبتا ويتا تنبرك يفوت تصلي له بوتا بزي اخن كيدنا تنبركيخو اب امنه تترئسو قريص امرا لو مايت لذلك ويتانا المدحنا ني اسكرسوس ازا وتازي اطيني تنبركيخو يصلني ير مايت دقا مزامر تدما كابو فنتتي لهم يصلي نو ورو مايت لذلك نازي خيرينا تم دقا مزامر تو انه يري امومو دقيسو مصنحو قانتا يغبم تنبره مايت زنا قاف حمد نبره مايت اجابر املاك سلامتا يصلني ير دامو سلامتا يسكر ني ير دامو معينا خاطكم منار اياك فوننا ي مايت እዛብየር አምላክ ቅድስና ተዋህለል ጽድቅ ተዋህለል ዘይኮነ ንዓይና አፋትኩመን ከመገርና ክንጽልይ ከምዝግባአና ከየባተኩም ጸልይ ይብል ማለት ከየባተኩም ጸልይ እና አውሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቅድ 12 እንታይ ይበል በተስፋ ተሐጎሱ በጸበባ ካ እንታይ ግበሩ ተሐጎሱ ከየቋረጥኩም ከየባተኩም ካ እንታይ ግበሩ ይብል ማለት ጸልይ ስለዚህ ሁሉ በጸሎት ከምዝፍታህ መታን ከመረና ወይታናን መልሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ አፈተለ ከይትወጡ ይሎ ለቀመዛሙቱ አፈተለ ከይትወጡ ነፍሶ ከፍና ዝተፈራለ የትምልት ስጋ ዝተፈራለ የኃጢአት ነገር አብ ኃጢአት ከይንወደቅ መታን እና ፈተና ከይመጸና መታን ከንጸልይ ግባና ይማጅ አብዚ ቦታ እዚ መጽና ከንጸልይ ሰማይ ራይወን ብዙሓት እና ንጸሎት ዝተመደቡ ሰባት አለው ማለት ነው ስለዚህ ለህናው ከምዞም ሰባት ዚአቶም ከንጸልን ከምታን ቁርሳና ቦታትና ከና ስለና ጥራህ ዘይከረ ስለ ኩሉ ዓለም ስለ ህሙማት ስለ ጥሚያት ስለ ሰውናት ስለ ጭንቋት ስለ ተአሰሩ ከንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ዋዲ ሆነላ ለዚህ ዝመደበና በድጃሜ ስሙ ለዛ ዓለም ተቀበረ ተመስገናን ይሆን አሜን ميكائيل ردائي ردائي اه اه نايك زي عبي اللقو ردائي دخمي ميكائيل ردائي ردائي اه اه نايك زي عبي اللقو ردائي ميكائيل ردائي ردائي اه 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 نايك زي عبي اللقو
سبات ميكائيل صلوت تقرب نصوم مسوايت ميكائيل سريت هرقت حطيات نخرك بترك ميكائيل يا ويا بخار دائي بحك ميكائيل بيموت مرعاز قيركا ميكائيل بيوتنا قيرو لوم يبيت قولتكا ميكائيل أمين زخبرن استمسكرن يهون. هراي زبطة زيا زلنا زيا نيا تشمل نهانا مقابر عمارتي. يا تشمل هانا ندنا كدستين غير مريم تام. أبوانا دانة عمارتي. زيا نيا تشم زيا منا منا ندنا هانا مقابر زلنا زيا عمارتي. Amen.
ዘላለማዊውን አትኪድን ገልና ፍጹም ዘይቀይሮ ክቡር ልደትና አይጎይታና እፍቲውን ዘይብልኪ ንጽይት ያዲና መመከሒ ታዳም ተስፋ ናይክልና መመከሒ ታዳም ተስፋ ናይክልና ናይ ዘመናት ኃጢአት ድምስስ ጎይታና ካባኺ ተወልደ እጹም ድንግልና ሰፈሮ ዝሰምዕ ወኩሎም ንውዕለትኪ የሰንክሩ ውዳሴኺ ዓብዩ ኣብ ሰማያት ምድሪ ንዓኺ ውድሱ ፍጡራን ብኽብሪ ንዓኺ ውድሱ ፍጡራን ብኽብሪ ናይ ቦና ቅዱስ የሴር ንመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽያ ዝነበረ ማለት እዩ። ፈጽያ ማለት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ተሓፂዋ ነይሩ? ንኸሕልዋ ማለት እዩ። ምናልባት ብዙሓት መናፍቓን ወይ ከዓ ብዙሓት ካብ ቅድስቲ እምነቶም ዝዘንበሉ ሰባት ንመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፈጽያ ስለ ዝነበረ እንሆ ብስጋ ዝተሓፀያ ዝመስሎም ኣለዉ ማለት እዩ። ፈጽይ ማለት ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ? ሕሩይ ማለት እዩ። ኣብነት ሓደ ሰብ ነቦወንበር ክሕፀ ይኽእል፣ ንወተድርና ክሕፀ ይኽእል፣ ንኻልእ ክሕፀ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ለበወንበርነት ተመርሒ ማለት እዩ ኣይኮነን። ሕፅይ ማለት ሕሩይ ማለት እዩ። ስለዚ ዮሴፍ ንመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኽዕቅባ ንኽሕልዋ ዝተሓፀየ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጀለ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ጀሚርና እንተዳርእናዮ እንሆ ቅዱስ ዮሴፍ ንመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሕፅያ ስለዝነበረት እመቤታችን ምስሉ ስለዝነበረት እንሆ እመቤታችን ድማ ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ እንሆ ብመንፈስ ቅዱስ ምልኣት ጠኒሳ ስለዝተረኽበት ዮሴፍ ከዓ ብሕጊ ኣይሁዳውያን እንሆ ጠኒሱ ንዝተረኽበ ወይ ከዓ ንዝዘመዎ ሰብ ብዳርባ እምኒ ይቕተል ስለዝነበረ ንመቤታችን ከይትቕተል ብሕቡእ ክገድፋ ይሓስብ ነበረ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ብዝያዳ ነቲ ትምህርቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጀለ ሉቃስ እንተርእናዮ ዝበለፀ እዩ ንስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ኣብቲ ጌድና ክርኢና ማለት እዩ። እዚኣ ናይ ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ መቃብር እያ ማለት እዩ። ኣብቲ ርስቲ ናይ ወለዳ እንታይ ጌራ ማለት እዩ? ተቐቢራ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ወይ ኣብዚ ቦታ እዚ ክቕበር ነይርዎ ማለት እዩ። ርስቲ ናይ መን ማለት እዩ? ርስቲ ናይ ኣድዩ ናይ መቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ርስታት ስለ ዝኾነ ጎይታ ግን ኣበይ ተቐቢሩ ዘሎ? ኣበይ ተቐቢሩ ይሕዋት ኩላትኩም ስከብ ኣብጎልጎታ ኣብጎልጎታ። ስለዚ ኣብ ጎልጎታ ስለምንታይ ተቐቢሩ ክንሪአ ኢና። ነዚ ከዓ ከዘክረኩም እየ ዝበልኩኹም ማለት እዩ።